أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول تعالى: والسماء ذات الرجع. السماء هي كل ما علانا وكل ما هو فوقنا، والرجع يقول المفسرون هو البخار يصعد إلى السماء فيتكثف ويرجع مطرا، لكنه في الحقيقة العلم الحديث يكتشف أشياء أخرى تصعد وترجع إلينا نتيجة اصطدامها بطبقة الأثير، فالإذاعات التي تبث عبر موجاتها الكهرومغناطيسية تصطدم بهذه الطبقة أو الغلاف الأيوني فترجع فتلتقط بثا، وكذلك البث التلفزيوني ووسائل الاتصال الأخرى، وكذلك هذه الطبقة تحفظ الأرض من أشعة الشمس الضارة كالأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء فتردها إلى السماء، ولذلك نسمع بثقب الأوزون أو ضعف في طبقته فوق استراليا مما يسمح بقليل من هذه الأشعة الضارة، وهذا طبعا سببه الإنسان والتلوث، ولذلك يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن السماء تكون السماوات السبع، وهذه الأغلفة التي يعرفها الجيولوجيون، فكل غلاف يرجع للأرض أشياء ويحفظها من أشياء فيرجعها إلى السماء، ومن هذه الأغلفة الغلاف المناخي الذي يرجع إلينا الدفء الذي تحتاجه الأرض فيبقى فيه، فلولاه بعد الله لتجمدت الأرض في الليل أو في الشتاء. يقول العلماء إن الصوت يرجع إلينا بفضل الله ثم بفضل هذه الطبقة ومما فيها من هواء، نسبته 78% نيتروجين و21% أكسجين و1% تقريبا غازات أخرى، فلولاهما سمع بعضنا بعضا ولصعد هذا الصوت إلى الفضاء. ولذلك في المدارس يضعون تجارب حيث يضعون ناقوسا يضعون فيه جرسا ثم يفرغونه من الهواء فلا تسمع له صوتا رغم قربه، فسبحان من خلق ذلك وقدره إنه هو العليم القدير.